شايلين قرابكم منين جايين؟ والله انا بيتي بالكرامه. لا بس ما ماكو غيره. اي والله. بس بطاريه ما هذه. افوي. والله ما نقدر. ان شاء الله هذا قاعي وهذا ارضي، والله ما اقدر اعوفه حتى لو اموت بيها. لا لا ابد ابد لا، ان شاء الله ما نطلع، ان شاء الله نحن عراقيين كنا اخوه، كنا سنه وشيعه وكراد وكل الطوائف، ان شاء الله نحن كنا اخوه وهذا قاعد ابد لا لا ابد ان شاء الله نحن واحد يساعد الاخ ان شاء الله. اطلق يلا برشي شو سياراتكم وصعد مرة بندق بشي فاس زبان هسه حاليا اول شيء نطلبه من الحكومه من المحافظه اقول له ما جي. احنا اول شيء نطلبه من الحكومه كل من يرجع لوظيفته وكل من يرجع للدوام ماله، ومسؤولين المحافظه لحد الان ما طبوا علينا ولا مجلس محافظه. اهم شيء نطلب من الحكومه العراقيه ترجعنا لدوامنا، الجيش يرجع للجيش، الموظف يرجع للدوام ماله، الصحه ترجع للصحه مالها، الخدمات تجي، نريد استقرار، احنا صار لنا سنتين واربع اشهر تعبانين. اخي عندما كان موجود تنظيم داعش ما يوجد بس شيء قليل، بس احنا مثل ما نقول احنا تخلصنا من شيء، يعني حررونا احنا، بس قلت لك الشكر الخاص بس الجهاز مكافحه الارهاب، ازيد ما اقول لك، لان الناس قدموا الاكل مالهم للناس، قدموا الاكل مالهم للناس. لا لا ارزاق ما جتنا بنوبه، جانا فرقونا من السياره وراحت، وبعد ما حد جه ثلاثه ما حد وحده وزعوها، وظلنا اثنين ما وزعونا وراحوا. هاي احنا هاي اليوم احنا 10 ايام بلا اكل بلا شيء، وجتنا نازحين من قادي بدون، جايين بهدومهم ما عندهم كل شيء، ومي ماكو، كهرب ماكو، غاز ماكو، اسعلها يعلقون نار ويسوون طبخه بيها.